من مظاهر عناية الإسلام صحة الفم والأسنان. يعني إحنا كل يوم نستخدم المضمضة في الوضوء، والمضمضة فادتها وإن كانت بسيطة بس هي تنظف الفم من بقايا الأكل اللي تجمع، الفضلات اللي تكون في الفم. هذا الشيء سبحان الله يعني إحنا نتعبد الله عز وجل فيه. يعني نظافة الفم وتخمر الأكل وهذا نحرص أن ننظف الفم بعد بقايا الأكل عشان ما تصير فيها الروائح الكريهة. وكذلك من سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو استخدام السواك، وما يخفى عليكم يعني فضل السواك ويعني والسنن الواردة فيه والأحاديث الواردة في استخدام السواك، وهي الآلة يعني أو الأداة المعروفة في استخدام العود وهو أشهرها عود الأراك في تنظيف الأسنان والفم.